أكد سعادة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي في الجامعة العربية على أن ما جاء في الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم خلال القمة العربية 32 من مضامين نبيلة وصادقة تؤكد على نهج مملكة البحرين في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في تحقيق النماء والازدهار للمجتمعات العربية. كما بين الذوادي خلال تصريح خاص لمركز الأخبار على هامش اجتماع القادة العرب في جدة، أكد أن ما تقدمه البحرين من جهود حثيثة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم يبرهن على السياسة الحكيمة التي تنتهجها بقيادة جلالة الملك المعظم. يعني كان صاحب الجلالة قد أكد على أهمية هذه اللقاءات، لقاءات القمة التي هي يعني تمهد للكثير من خلنا نقول سوء التفاهم قد يحدث، وموقف الدول العربية من مجمل القضايا الدولية. ولذلك يعني كانت كلمة صاحب الجلالة وافية وشافية، وبالتأكيد يعني الدعوة الكريمة للقمة العربية 33 إن شاء الله في 2024 هو دليل على أن مملكة البحرين ساعية دوما للالتقاء العربي. وهذه القمة يعني شخصيا أنا من خلال يعني احتكاكي بالإخوان في الدول العربية وكذلك المندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية وجدت هذا الترحيب الكبير بدعوة جلالة الملك لإقامة القمة العربية القادمة إن شاء الله في مملكة البحرين.